ولعلنا نقف أمام هذا المشهد وتلك التدوينة التي تم تداولها بقوة على السوشيال ميديا لهذا الشاب التركي الذي كتب وذكر بأن صاحب المنزل المقيم هو فيه قد قام بيعني تعليق سعر الإيجار وقام برفع سعر الإيجار وهو لا يمتلك هذه الإمكانيات الكبيرة التي تؤهله لدفع هذا السعر العالي أو لدفع ثمن الإيجار الجديد المرتفع جراء هذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعيش فيها الدولة التركية. لذلك صاحب المنزل قام بطرده، وسبحان الله تمر الأيام سريعا ويحدث هذا الزلزال ليفاجأ الجميع بأنهم في ملجأ واحد وفي الشارع ويتدفؤون على النار الموقدة معا في إشارة إلى أن الدنيا زائلة وفانية وأنه لا حاجة ولا داعي لأن نظلم بعضنا البعض. مع الأسف الشديد لعلنا نتعظ، قطعا هو بلاء للمؤمنين بإذن الرحمن يرتفعون به درجات ودرجات عند المولى عز وجل، هو تذكرة أيضا للغافلين، لكننا في النهاية نتحدث عن هذه الأزمات وعن هذه الدروس والعبر والعظات التي لابد وأن نحصل عليها من هذه الكارثة المدمرة مع الأسف الشديد.